الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسرع عليكم الخيرات وأن يوالي عليكم الفضائل والمنن، وأسأل جل وعلا أن يختم لكم شهر رمضان بخير، أن يتقبل منكم ما أديتموه من أعمال صالحة من صيام وصلاة وقراءة وذكر، وأسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على الاستمرار في الطاعات، أن يجعلنا جميعا ممن عبد الله واستمر على ذلك حتى يأتيه اليقين. وبعد، كنا ابتدأنا فيما مضى بقراءة صحيح مختصر صحيح الإمام البخاري. ابتدأنا بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب العلم، ثم دخلنا في كتاب الوضوء، وهذا آخر درس لنا في هذا الشهر نقرأ فيه بعض الأحاديث من كتاب الوضوء. وإن شاء الله بعد يوم العيد في اليوم الثاني من شوال نبتدئ الدرس بعد صلاة العصر في التوسعة في الدور الأرضي عند الباب رقم 90 بإذن الله جل وعلا، حيث يوجد الدرس الذي ندرس فيه هذه الأيام بعد المغرب في تفسير كتاب الله جل وعلا. نبتدأ ونقرأ عددا من الأحاديث في كتاب الوضوء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله هنا قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، يعني ليجعل فيه ماء بالاستنشاق، ثم لينتثر أي ليخرج هذا الماء. وقوله ومن استجمر أي من غسل الخارج من السبيلين بحجر أو نحوه من غير الماء، فالاستخدام الماء يقال له استنجاء، والتنظيف بغير الماء يقال له استجمار، لأنه مأخوذ من لفظ الجمار الذي هو الحصى، ولذا يقال في واجبات الحج رمي الجمار. وقوله فليوتر أي ليجعلها على وتر، واحدة وثلاث وخمس، وبعض أهل العلم قصر هذا اللفظ على ما كان من الثلاث فما فوق. قوله إذا استيقظ أي انتبه أحدكم من نومه، وظاهر هذه اللفظة أنها تشمل نوم الليل ونوم النهار، لكن لما قال بعد ذلك أين باتت يده استدل أهل العلم بذلك على أن المراد نوم الليل، لأنه هو الذي يقال له بيات. وقوله فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، ولم يفرق هنا بين كون الإنسان قد حفظ يده أو أطلقها، ووضوءه بفتح الواو المراد به الماء الذي يتوضأ به. قال فإن أحدكم لا يدري أي لا يعلم أين باتت يده، فقيل بأن المراد بذلك أنه يحتمل أن جاءتها شيء من النجاسات، أو جاءها عبث من
بعض الشياطين، ففي هذا الحديث مشروعية الاستنثار في الوضوء، وقد قال طائفة بأنه من واجبات الوضوء، بل عده بعضهم من الأركان التي في الوضوء باعتباره جزءا من أجزاء الوجه، وقد قال بوجوبه طوائف من التابعين، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال غيره بأنه لا يجب الاستنثار. وظاهر حديث الباب الدلالة على الوجوب، لأنه استخدم الفعل المضارع وقدمه بلام الأمر، فيفيد ذلك الوجوب، ولذا فإن الأظهر وجوبه. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في هل الفم والأنف من ظاهر البدن أو هي من باطنه. الأظهر أنها من ظاهر البدن، ولذا لو وضع الإنسان في فمه أو أنفه طعاما ثم أظهره وأخرجه لم يؤثر على صحة صومه. وقوله هنا ومن استجمر فليوتر، استدل به أحمد وجماعة على أن الاستجمار لا بد فيه من ثلاث مساحات فأكثر، لأنه قال فليوتر. وأكثر أهل العلم على أن المراد تنظيف المحل، ولذلك قالوا لو تنظف بمسحة واحدة أجزأه ذلك، ولعل القول الأول أظهر لقوله هنا فليوتر. ولو كان المراد إطلاق العدد لا قال أو لاكتفى بذكر الاستجمار ولم يقرنه بالوتر. وقوله فليوتر هنا الفاء في جواب الشرط، تكون من الأمور المشترطة، واللام لام الأمر بعدها فعل مضارع، فيدل هذا على الوجوب. وقوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه، استدل به أحمد على وجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل، وأنه لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء الذي سيتوضأ به إلا بعد غسلهما. قد قال طوائف من الحنابلة أنه إذا كان الماء قليلا فغمس قائم من نوم الليل يده فيه لم يتوضأ به. وقوله هنا فليغسل ظاهرها على الوجوب، وقال الجمهور بعدم وجوب ذلك، ولكن حديث الباب في ظاهره يدل على الوجوب. وقوله فإن هنا حرف تعليل، إن من حروف التعليل، أحدكم لا يدري أين باتت، وباتت يطلق على نوم الليل دون نوم النهار. ومن هنا أخذ أن وجوب غسل اليدين للنائم قبل أن يدخلهما في الإناء خاص بنوم الليل دون نوم النهار، وهذا يعرف عند الأصوليين بتخصيص العام بواسطة علته، يقولون بأن العلة إذا عادت على أصلها بالإبطال فهذا دليل على عدم صحة التعليل بها، وأما إذا عادت على أصلها بالتخصيص نظرنا، فإن كانت العلة منصوصة قلنا بتخصيص الحكم العام بها، وإن كانت مستنبطة دل ذلك على عدم صحة التعليل بها. ولذا فإن القول الأظهر أن العلة المنصوصة يمكن أن تعود على أصلها بالتخصيص، أما العلة المستنبطة فإنها لا تعود على أصلها
بالتخصيص. في مسألة وهي إطلاق المفرد وإرادة الجمع به في قوله فليغسل يده، فإن هذا اللفظ يصدق على اليد الواحدة، ولكن اليدين سواء في الحكم، ولذا قلنا بأن الحكم يشمل اليدين. أثابكم الله. قال عن عبيد بن جريج أنه قال أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدخل رجله في الغرز وركب راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حين تستوي به ناقته قائمة. قوله عن عبيد أنه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر، رأيتك شاهدتك تصنع تفعل أربعا أي أربعة أفعال لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان، يعني أركان الكعبة وأطرافها، إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. ورأيتك تلبس النعال السبتية، والنعال السبتية نوع من أنواع النعال في ليس فيها شعر. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس، يعني إذا قدم الناس متمتعين فإنهم يعتمرون أول قدومهم ثم يحلون ويلبسون ثيابهم. متى يحرمون مرة أخرى؟ قال ابن جريج: ابن عمر يهل يوم التروية يوم ثامن، يعني يلبس إحرامه ليعود إلى الإهلال بالحج مرة أخرى يوم التروية. وأما أصحابك فقد كانوا يهلون من أول شهر ذي الحجة. قال: ورأيتك إذ كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، من أول شهر ذي الحجة يعودون إلى إحرامهم، ولم تهل أنت، لم تلبي ولم تلبس إحرامك إلا في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الناس يقدمون بالمياه التي يشربون منها ويرتوون لذلك اليوم ولأيام منى بعد العيد. فقال ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت، يعني من الكعبة، إلا الركنين اليمانيين، يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود. وفي مرة كان يستلم الحجر الأسود بيده أو بمحجن معه فيقبله. قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، فاستدل بذلك على جواز لبس ما ماثلها، فيه دلالة على أن الأفعال النبوية
في الأمور العادية والجبلية تدل على الإباحة. قال: رأيته يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، ففيه إيش؟ الوضوء وعلى الإنسان النعال وغسل الرجلين في النعلين وعدم المسح على النعال، النعال لا يمسح عليها. فعندنا حذاء وعندنا نعل يكون فيها سيور تربط القدم، وعندنا الخف هو الذي يصنع من الجلد وتدخل الرجل فيه كاملة، وعندنا الجورب وهو الذي يصنع من الصوف ونحوه. قال: فأنا أحب أن ألبسها. فيه أن ابن عمر كان يرى مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية، وابن عمر قد خالفه في ذلك بقية الصحابة ومنهم أبوه عمر رضي الله عنه. ولذا كان ابن عمر يتتبع مواطن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وكان أبوه عمر ينهى عن ذلك، وكان عدد من الصحابة ينهون عن ذلك ويرون أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية لا يشرع أن يقتدى به فيها. ومن أمثلة هذا لو جاءنا اليوم شخص وقال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على جمل، فأنا أريد الحج على جمل طلبا للأجر واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له: أخطأت في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الجمل لا لأنه جمل، وإنما لأنه هو ما يركب في التنقل في ذلك الزمان. فمن ثم السنة في ركوب ما يركب للتنقل في كل زمان، وليس لخصوص الجمل خاصية في هذا الباب. قال: وأما الصفرة يعني الصبغ بهذا اللون، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وهذا على نفس القاعدة التي ذكرنا قبل قليل. وأما الإهلال، والمراد به رفع الصوت بالتلبية، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا لما انبعثت راحلته. فابن عمر استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات على وقت الإهلال والتلبية بالحج بعد عمرة التمتع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا، وإنما حج قارنا على الصحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين تمتعوا بأن يحلوا من إحرامهم بعد العمرة، وأمرهم بالعودة للإحرام مرة أخرى في صباح اليوم الثامن يوم التروية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز، المراد به مكان القدمين اللذان يوضعان على طرفي الدابة. قال: وركب راحلته عند مسجد ذي الحليفة، حينئذ أهل حين استوت به ناقته قائمة. وهذا اجتهاد ابن عمر في هذا الباب، أنه لا يلبى ولا يهل الإنسان إلا عند ركوبه راحلته عند المسجد. في هذا الحديث جواز اتخاذ الركاب والغرز
الدابة والناقة. وفي هذا الحديث دلالة على أن الكعبة لا يستلم منها إلا الركنان اليمانيان في الحديث وقت الإهلال بالحج والعمرة. أحسن الله إليك. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها، فقال: اغسلنها وترا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، تعني إزاره، ونقضنا رأسها ثم غسلناه ومشطناها، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قوله عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا يغسلون ابنته، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، كانت أم عطية مشهورة بذلك. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، فقد ماتت زينب، وماتت أم كلثوم، ومات القاسم، ومات إبراهيم، ومات من نقل، عبد الله أو غيره، ولم يبق بعد صلى الله عليه وسلم إلا ابنته فاطمة، بقيت بعده لمدة 6 أشهر. قوله هنا: فقال: اغسلنها وترا، فيه وجوب تغسيل الميت، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقوله هنا وترا فسره ما بعد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيه دلالة لقول حنابلة بأن قوله ومن استجمر فليوتر يراد به الخمس فأكثر. وفي هذا الحديث اجتهاد المغسل في كيفية تغسيل الميت. في الحديث استحباب وضع ورق السدر الذي هو النبق أو العبري في ماء تغسيل الميت، وفي الحديث أيضا استحباب البداءة، قال: وابدأنا بميامنها، أي جهاتها اليمنى، ومواضع الوضوء منها، وهي الوجه واليدان والرجلان، واجعلنا في الآخرة يعني في الغسلة الأخيرة كافورا، ونوع من أنواع الطيب. قال: أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن أي انتهيتن من تغسيلها فآذنني، أي أخبروني أيها النساء. قالت: فلما فرغنا من تغسيلها وانتهينا آذناه، أي أخبرناه، فأعطانا حقه، أي قام بأخذ إزاره الذي يجعله لنفسه فأعطاها لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ يعني اجعلنا هذا اللباس هو الذي يلي جسدها. لذلك بعد حنين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، فالشعار هو الملابس الموالية للبدن، والدثار ثياب الجبرة التي
يتدفأ بها. قال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. قالت ونقضنا رأسها، أي أنه كان مظفرا وقد ربط بعض الشعر ببعضه، فقاموا بنقض هذا الشعر وفك ارتباط بعضه ببعضه الآخر، ثم غسلنه ومشطناها، أي أنهم قاموا بتغسيل رأسها وبتمشيطها وتسريح شعرها. قال وجعلنا رأسها، يعني شعر رأسها، ثلاثة قرون، أي ذوائب مجتمعة من الشعر، وجعلناها جدائل. قال وألقيناها خلفها، أي جعلنا هذه القرون أو الجدائل خلف هذه المرأة الميتة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دخول الوالد على ابنته حال تغسيلها، في الحديث ما يتعلق بذكر التيمم في الاغتسال وأنه من المستحبات، في الحديث استحباب أن يكون الغسل وترا، وفي الحديث تغسيل الميت بالماء والسدر، في الحديث البداءة بميام الميت في تغسيله، وفي الحديث أيضا استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الاغتسال، وفي الحديث تطيب الميت بعد وفاته ووضع الكافور على بدنه في المرة الأخيرة من مرات الاغتسال. وفي هذا الحديث ما يتعلق بتخصيص الجزء الداخلي من بدن الميت بثوب يتناسب معه، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليكفنها به. في هذا الحديث وجوب تغسيل الميت، وفي هذا الحديث من الفوائد مراعاة والد المتوفاة في دخوله عليهم في أثناء تغسيلها إذا لم يكن بدنها مكشوفا. وفي الحديث نقض شعر المرأة الميتة، وفي هذا الحديث مشروعية تغسيل رأس المرأة وتمشيط شعرها. في هذا الحديث جواز وضع شعر الميتة 3 جدائل. وفيه أيضا من الفوائد تظفير شعر الميتة، حيث ظفروا شعرها فأعادوه فكان 3 قرون. ففي هذا الحديث وضع قرون الميتة خلفها عند التغسيل. فهذا شيء مما يتعلق بهذه الأحاديث. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، وجعل الله العاقبة الحميدة لكم دنيا وآخرة، كما أسأله سبحانه أن يطهر قلوبكم من كل ما قد يؤثر عليه. هذا والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.